بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض رياضيات درس رقم 31 للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول. وإن ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساش اشترك في صفحتنا على الفيسبوك الصف الثالث الابتدائي مع التأسيس السليم. إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح رياضيات، هنزل ان شاء الله يوم امتحانات ويوم درس رياضيات للصف الثالث الابتدائي. النهارده ان شاء الله هناخد درس المضلعات. احنا خدنا الاشكال الهندسيه السنه اللي عدت، بس ان شاء الله النهارده هنعرف اكتر عن المضلعات وخواص بعض المضلعات. هنبدا درس النهارده ان شاء الله بعرض الاشكال الهندسيه على التلاميذ، وهنشوف المضلع معناه ايه. المضلع هو شكل هندسي مغلق ثنائي الابعاد وله اضلاع مستقيمه. هنطبق الكلام ده على الاشكال اللي معانا ونشوف المضلع ونرسم عليه نجمه. الشكل الاول طبعا ده مربع يا ابطال، هو شكل هندسي تمام مغلق وثنائي الابعاد وله اضلاع، اذا هو مضلع نرسم عليه نجمه. وكذلك المعين شكل هندسي ومغلق وهو ثنائي الابعاد وله اضلاع نرسم عليه نجمه، والمستطيل كذلك ومتوازي الاضلاع. اما المكعب فهو شكل هندسي ومغلق ولكن ثلاثي الابعاد، يعني كل الصفات فيه شكل هندسي ومغلق وله اضلاع ولكنه ثلاثي الابعاد. ثلاثي الابعاد فهو ليس بمضلع ولكنه مجسم، فاذا لن نرسم عليه نجمه. الشكل الخماسي ثنائي الأبعاد ومغلق وله أضلاع نرسم عليه نجمة فهو مضلع، والشكل السداسي كذلك نرسم عليه نجمة، والمثلث شكل هندسي مغلق ثنائي الأبعاد وله أضلاع فهو مضلع، والمثلث أصغر عدد أضلاع لأن به ثلاثة أضلاع فقط، والدائرة شكل هندسي ومغلق وثنائي الأبعاد ولكن ليس لها أضلاع فلن نرسم عليها نجمة لأنها لا تعد مضلعا. فإذا الدائرة ليست مضلعا وإنما هي شكل هندسي لأنها ليس بها أضلاع مستقيمة. أما شبه المنحرف فهو شكل هندسي ومغلق وثنائي الأبعاد وله أضلاع نرسم عليه نجمة. هنرجع للمربع ونشوف خواص المربع. المربع شكل رباعي له أربع أضلاع. يعني إيه أضلاع يا أبطال؟ الضلع اللي هو الخط الذي يحد الشكل من الخارج، الخط ده كده اسمه ضلع. طيب المربع عليه كم ضلع؟ أربع أضلاع، أدي كده اتنين، كده تلاتة، أربع أضلاع لأنه شكل رباعي، يعني اسمه شكل رباعي فلذلك هو أربع أضلاع، ولو شكل خماسي يبقى خمس أضلاع، ولو شكل سداسي يبقى ست أضلاع وهكذا. وفي كمان في المربع هذا الجزء اللي هو عند نقطة تقاطع الضلعين يسمى رأس، يعني الجزء ده اسمه رأس. طيب نشوف في كم رأس المربع؟ ادي اتنين، تلات رؤوس، اربع رؤوس، يبقى الشكل الرباعي له اربع اضلاع واربع رؤوس، منساش كده الاضلاع مساوية لعدد الرؤوس. في كمان جزء تحت الرأس مباشرة في هذا المكان اسمها زاوية. طيب يا ابطال يا ترى في كم زاوية المربع؟ المربع بفكرك انه شكل رباعي، في كم زاوية؟ ادي اتنين، تلاتة، اربعة، يبقى كده انا افهم ان المربع شكله رباعي به اربع اضلاع واربع رؤوس واربع زوايا. ممكن نقول في المضلع عدد الرؤوس يساوي عدد الاضلاع يساوي عدد الزوايا. زي ما احنا عارفين الشكل الرباعي له اربع اضلاع وبه أربع رؤوس وبه أربع زوايا. طب لو شكل خماسي يبقى خمس أضلاع وخمس رؤوس وخمس زوايا، ولو شكل سداسي ست أضلاع ست رؤوس ست زوايا، ولو شكل ثماني تمن أضلاع وتمن رؤوس وتمن زوايا. كده عرفنا مكان الرأس فين ومكان الزاوية فين ومكان الضلع فين. هذه الأشكال التي أمامنا جزء من مجموعة أكبر تسمى المضلعات. لجميع المضلعات أضلاع مستقيمة وهي أشكال مغلقة، والشكل المغلق هو شكل لا توجد أي فراغات به بين الخطوط التي تكونه. يعني زي ما احنا عرفنا أن الشكل مغلق، لو شكل مفتوح ثنائي الأبعاد وله أضلاع مستقيمة وهو شكل هندسي ولكن مفتوح لا يعد مضلعا. المضلع لازم يكون إيه أبطال؟ مغلق. المضلع لازم يكون مغلق وينطبق عليه أنه مغلق وثنائي الأبعاد وله أضلاع مستقيمة. هنشوف كتاب التلميذ صفحة 74 الإرشادات التابعة التعليمات التالية. التعليمات بالتعاون مع زميلك
حدد أول اسم كل شكل، هنحدد أسماء الأشكال، ثم صنف الأشكال بالأسفل إلى مجموعات. هنصنف الأشكال في الصفحة التالية. هنشوف أسماء الأشكال الأول، ده شكل مثلث نكتب مثلث، وده شكل مربع نكتب مربع، مستطيل، شبه منحرف، دائرة. طيب الشكل ده ايه يا ابطال؟ ممكن التلاميذ ما تعرفش هذا الشكل، فنكتب تحته علامة استفهام عشان هنعرفه بعد كده. وهذا الشكل متوازي مستطيلات، وهذا الشكل معين، وده شكل سداسي، وده شكل ثماني. طبعا احنا ما عرفناش الشكل ده اسمه ايه، فعشان كده هنعرفه اسمه متوازي اضلاع. يعني ايه متوازي اضلاع؟ متوازي الاضلاع شكل رباعي، يعني له اربع اضلاع، كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان. يعني ايه الكلام ده؟ متوازي يعني ايه الاول؟ يعني الضلع ده متوازي مع هذا الضلع، كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان، هذا الضلع متقابل مع هذا الضلع وهو متوازي معه. متوازي يعني لا يمكن أن يتقاطع هذا الضلع مع هذا الضلع، ما ينفعش الضلع ده يلتقي بهذا الضلع، هيمشي بنفس المسافة زي شريط السكة الحديد بالضبط التي يمشي عليها القطار أو المترو. المتوازي الأضلاع قلنا فيه ضلعين متقابلين، في كل ضلعين متقابلين، الضلع هذا الضلع متقابل مع هذا الضلع، وهذا الضلع متقابل أيضا مع هذا الضلع ومتوازي، لا يمكن أن يتقاطع أبدا، ما ينفعش هذا الضلع يتقاطع مع هذا الضلع. وعشان نعرف كلمة متوازي ممكن نجيب شكل شبه منحرف ونكمل الضلع الأول، وهنكمل الضلع المقابل ليه. كده مش متوازي أبطال، كده غير متوازي لأنه تقاطع في هذه النقطة، شبه المنحرف، في ضلعين متوازيين وضلعين غير متوازيين. يعني هنشوف الضلعين المتوازيين يمشوا في هذا الاتجاه بنفس المسافة، لا يمكن أن يتقاطع أبدا، ولكن هذان الضلعان غير متوازيان لأنهم تقاطعوا في هذه النقطة. يبقى كده عرفنا معنى متوازي إيه ومعنى غير متوازي إيه. هننتقل لكتاب التلميذ صفحة 75. طبعا هتلاقي اسم المجموعات، وهنقسم الأشكال الهندسية إلى مجموعات. هنكتب اسم كل مجموعة واكتب رقم الأشكال التي تنتمي إلى المجموعة أو رسمها. هنكتب اسم الشكل أو هنرسمه. طبعا احنا هنقسم الأشكال الهندسية، فلازم تكون قدامنا بالشكل ده. المجموعة الأولى أربع رؤوس، وكتب المربع والمستطيل، أدي المربع والمستطيل، وإحنا عرفنا لهم أربع رؤوس، أدي رأس، اتنين، تلاتة، أربعة، وكذلك المستطيل. إحنا ممكن نقسم اسم المجموعة شكل له ثلاث أضلاع، أو شكل له ثلاث رؤوس، اللي هو إيه أبطال اللي له ثلاث أضلاع؟ مفيش غير المثلث، نكتب المثلث أو نرسم المثلث. المجموعة الثانية اللي ممكن نقسمها أشكال لها ست أضلاع أو أكثر. يبقى هنشوف الشكل اللي ليه 6 أضلاع أو أكثر. عندي شكل سداسي وشكل ثماني، ممكن نرسمهم أو نكتب رقمهم. ممكن نقسم مجموعتها تاني أبطال، الدائرة شكل هندسي ولكن ليس لها أضلاع، ممكن نقول شكل هندسي ليس له رؤوس أو ليس له أضلاع، هتكون معانا الدائرة. المجموعة الرابعة ممكن نقول أضلاع متساوية، هنقسم أشكال لها أضلاع متساوية. إيه اللي أضلاع متساوية؟ المربع والمعين لهم أضلاع متساوية، يعني المربع كل أضلاعه متساوية والمعين كل أضلاعه متساوية. وممكن نقسم أشكال رباعية لها ضلعان متقابلان ومتوازيان. طبعا الكلام ده هنلاقيه في المستطيل، شكل رباعي وكل ضلعان فيه متوازيان، هذا الضلع متوازي مع هذا الضلع وهذا الضلع متوازي مع هذا الضلع، المستطيل أو متوازي الأضلاع. وممكن نقسم تاني شبه المنحرف ونقول شكل رباعي له ضلعان فقط متوازيان، زي ما احنا شفنا هذا الضلع متوازي مع هذا الضلع، أما هذا الضلع وهذا الضلع غير متوازيان لأنهم يتقاطعا في نقطة في الأعلى. ويحاول التلميذ أن يقسم ويصنف هذه الأشكال الهندسية إلى مجموعات، ممكن التلميذ يصنف مجموعتين فقط أو ثلاثة حسب استطاعته. وهنشوف بعض خواص الأشكال. طبعا الشكل الأول ده معين، الشكل المعين أضلاعه متساوية، يشترك مع المربع في نفس الخاصية، المربع خاصيته أن أضلاعه أيضا متساوية، والمربع يشترك مع المستطيل في الزاوية، زاوية المربع
هي زاوية المستطيل، زاوية المربع قائمة وزاوية المستطيل قائمة، يبقى نخلي بالنا ان المربع يشترك مع المعين في تساوي الأضلاع ويشترك مع المستطيل في الزاوية، ان الزاوية نفس الزاوية. اما المستطيل فهو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متساويان، يعني هذا الضلع متساوي مع هذا الضلع لأنه متقابل معه، وأيضا يشترك معاه متوازي الأضلاع في هذه الخاصية لأن هذا الضلع متوازي مع هذا الضلع ومتساوي معه، وهذا الضلع متساوي مع هذا الضلع، وكذلك متوازي الأضلاع هذا الضلع متساوي ومتوازي مع هذا الضلع. نشوف كتاب التلميذ صفحة 75. اكتب قائمة بخواص أحد الأشكال التالية. لاحظ أنه ليست كل الأشكال مضلعات. الشكل الأول مضلع له 10 أضلاع، وإحنا عارفين أن عدد الأضلاع يساوي عدد الرؤوس ويساوي عدد الزوايا، فممكن نكتب الشكل الأول هو مضلع ثنائي الأبعاد له 10 رؤوس و10 أضلاع و10 زوايا. أما الشكل الثاني فهو مضلع مكون من 5 أضلاع. الشكل الثاني هو مضلع ثنائي الأبعاد له 5 رؤوس و5 أضلاع و5 زوايا. أما الشكل الثالث يا أبطال فهو مجسم وليس مضلع لأنه ثلاثي الأبعاد وليس ثنائي الأبعاد، فنكتب خواص الشكل الثالث أنه مجسم وثلاثي الأبعاد وهو أسطوانة له قاعدتان دائريتان وليس له أوجه أو أضلاع. نجيب على السؤال الثاني، هل يمكن أن يتناسب أي من هذه الأشكال مع إحدى المجموعات السابقة؟ نعم، يتناسب الشكل الأول والثاني لأنه شكل ثنائي الأبعاد ويتساوى فيه عدد الرؤوس والأضلاع والزوايا. في كتاب التلميذ فقرة تأمل، تأمل ما تعلمته، اشرح بأسلوبك المقصود بكل من المضلع ومتوازي الأضلاع وارسم مثالين لكل منهما. المضلع يا أبطال عبارة عن إيه؟ عن شكل هندسي مغلق ثنائي الأبعاد وله أضلاع مستقيمة، وممكن نرسم أي مضلع، مثلا مربع أو شكل خماسي، أو نرسم مستطيل، وممكن نرسم أي مضلع، ممكن نرسم معين أو مثلث أو أي مضلع. أما متوازي الأضلاع فهو أيضا شكل هندسي وله 4 أضلاع، كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان، وإحنا قلنا يشترك معاه المستطيل، فممكن نرسم متوازي الأضلاع مع المستطيل. المفروض أن التلميذ يكون يتعلم في هذا الدرس أن المضلع يتساوى فيه عدد الرؤوس وعدد الزوايا وعدد الأضلاع، ويكون عارف مكان الضلع فين والرأس فين والزاوية فين، ويعرف بعض خواص الأشكال الهندسية زي المربع يتساوى أضلاعه مع المعين، ويشترك المربع مع المستطيل في الزاوية، والمستطيل يتشابه مع متوازي الأضلاع، كل ضلعين منهما متقابلين ومتساويين في الطول ومتوازيان. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من درس اليوم. من عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.